امام مرمى فالكونز، لكن خالد يخلص الكره. خالد يعدي اللاعب الاول الان، لجل يرجع بشكل قياسي يخلص الكره وصل الملعب الان، يستحوذ عليه احمد. احمد المكان المفضل، احمد يا احمد، احمد جاب الريست، لكن امام ثلاثه مدافعين على خط المرمى يخلص الجري. كلوس ون الصراحه يا احمد، اخر 17 ثانيه بالتحديد فرصه كانت لكن لم تكن. احمد يستحوذ عليها الان بعد تمريره ذكيه تلك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قدروا انهم يمرون بشكل ذكي جدا.